السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إخوة اللي ما مشاركش في القناة، نطلب منكم فضلا لا أمرا بطبيعة الحال، طلب أنكم تشاركوا في القناة ودعموا القناة باش نلقاو دائما نقلبوا على الجديد والمفيد بطبيعة الحال، وتنشروا الفيديوهات باش توصل وتعمل فكرة للجميع إن شاء الله. كنت تكلمت شحال هذه في واحد الفيديو، وصيت يعني الشباب يعني اللي حارقين مثلا في اوروبا، قلت لهم ممكن انكم توجهوا لالمانيا ولو ما بلاد محارق. قلت بلاد يمشي لالمانيا، علاش كنت جلس المانيا؟ لان المانيا كانت من السباق العقلين، كانت من الدول اللي شاركوا في واحد الملتقى كبير في مراكش في المغرب بطبيعة الحال، خلال السنه الفائته 2018 كانوا يشاركوا فيه، ويعني وقالوا بان يعني كاين الحريه، خص تكون حريه ديال الهجره، حريه ديال التنقل ما بين الدول، الى ما ذلك يعني من حقوق للانسان، مثلا خصوصا الناس اللي تيجيو من جنوب الصحراء من افريقيا وتطلعوا لاوروبا، يعني تكون واحد النظام، يكون واحد قانون تحمي الناس هذو اللي تيخرجوا لبرا وتطلبوا مثلا اللجوء، يعني تكون واحد المساعده يعني من الدول الاوروبيه اللي شاركوا بطبيعه الحال في ذاك المهرجان ديال مراكش. كانت المانيا، ايطاليا ما كانتش من الدول اللي مشاركه، كما تعرفوا ايطاليا كانت تحت الحكومه اللي كاينه دابا اللي حاكمه دابا، اللي تتشكل فيها لا ليغا نورد، الاغلبيه ما شاركوش ما اهتموش بالملتقى اللي كان قام، واللي تغير فيه الاسم. مابقاش المساله ديال تقدر تقول شي واحد غير عايش شرعي او شرعي او غير شرعي، يعني مهاجر شرعي او غير شرعي، ولات المساله ديال منظم او غير منظم. يعني منظم شنو؟ يعني بغاو هما يعني انك تجي من البلاد ديالك بالفيزا، تجي مريقل من البلاد ديالك وتجي تطلع لاوروبا يعني وتشتغل وتخدم، يعني تسمى منظم. غير منظم هما دوك الناس مثلا اللي كاينين بلا اوراق، دابا اللي تنقولوا كلانديستان، يعني غير منظمين، ما بقاش تسموا غير شرعيين ولكن غير منظمين، لانهم ما عندهمش الاوراق. وكانت واحد يعني من بين النقاط اللي كانت في ذاك الملتقى ديال مراكش، هو انه كانت يعني تعطى حقوق للمهاجرين، يعني اللي يدير اللجوء يعني تحترم اللجوء ديالو. وكانت بطبع الحال كانت ميركل كانت ديال المانيا كانت في مراكش هي كذلك، وجات بدلات البلد ديالها. الا الان يعني تغيرات، يعني هذه المساله راه شويه تغيرات، يعني لانه حتى ذاك القانون ربما اللي كان دار ديال مراكش، ملتقى ديال مراكش، يعني ولو انهم تشاركوا فيها الدول ووقعوا على بعض الاتفاقيات فيه وداك الشيء، ولكن اعطاهم يعني هذاك الملتقى اعطى الصلاحيه ديال الدوله انها تطبق داك الشيء او ما تطبقوش، تبقى حره يعني عندها الاختيار انها تغير الاراء ديالها في المساله ديال الهجره وديال المهاجرين. ميركل كما قلتوا تلقات انتقادات كثيره في ذاك الوقت، خصوصا فاش كانوا المهاجرين السوريين في 2000 اواخر 2014 كانوا دخلوا السوريين بزاف، 2015 كذلك دخلوا السوريين بزاف لالمانيا، كذلك الافارقه بزاف لالمانيا، تعرضت الى عده ضغوطات يعني من الاحزاب اليمينيه. مؤخرا دابا يعني ولات وزاره الداخليه الالمانيه يعني درت واحد يعني قوانين صارمه جدا بخصوص يعني اللي ترفضت ليه سميتو اللي ترفضت ليه اللجوء، ترفض ليه اللجوء يعني غادي يدخلوه للسونتر المعروفين تيجمعوا فيهم عباد الله، بحال تشيترو دي كولينس اللي كاين في ايطاليا، يعني دابا غيبقاو يجمعوهم وغادي يعني غادي تكون الترحيل يعني ترحيل بالقوه، ما كاينش ديك يعني يعطوك ورقه او يقول لك صافي لا خصك تخرج ما تقبلش لك وغاتمشي بحال هكا الدنيا، يعني تقدر تمشي شي بلد اخر، تقدر تول ايطاليا، تقدر تول فرنسا، تقدر تول مثلا اي بلد اخر. دابا لا، يعني ان فوا تترفض لك هذا راه قانون جديد لا قصد الله شفتو غادي يومين دابا، ضروري ندير هذه المساله هذه يعني باش تكون فعلا الاخوان اللي كاينين في المانيا
يعني اللي ترفض لك لا ترفض لك سميتو اللجوء المغاربه، تنهضر معهم بارسيرتو المغاربه تونس الجزائر، يعني هاد الدول هادو شمال افريقيا تقريبا واحد 80% تقريبا تترفض لهم اللجوء، لان تقول لك البلدان ديالهم شيئا ما ماشي بحال افريقيا تحت، يعني جنوب افريقيا يعني في كاين المجاعه بزاف، كاين حروب بزاف، كاين المشاكل عندهم بزاف. تقول لك شمال افريقيا يعني راه ما عندهمش مشاكل كبيره، كاين شيئا ما كاين واحد الاستقرار عندهم في الدول ديالهم وفي الحكومات ديالهم. لذلك الان يا خوتي اي واحد حدا راسو في المانيا، سيرتو دابا في المانيا راه كاين دابا قانون راسو يخرج، اي واحد غادي ترفض ليه اللجوء حدا راسو غادي يشدوه غادي يدخلوه، يعني يسدوا عليه يعني بحال حبس تيسيفطو، غادي يعني كل واحد غادي يرحلوا البلد ديالو. لذلك قررت انني ندير هذا الفيديو هذا باش توصل هذه المعلومات، توصل هذه الفكره، فخذوا الحذر ديالكم. اي واحد مثلا باقي ما جاش الرفض يحاول انه يقلب على بلد اخر او يقلب على طريقه اخرى انه يصير بها الوراق ديالو، لان المساله ديال اللجوء راه صافي يعني راه مساله يعني غيسدوا البلد ديال هذا، سيرتو كما قلت لكم على السكان ديال المهاجرين ديال شمال افريقيا. كانت هذه هي الحلقه، هذه يعني الفكره ديال الحلقه هي دي، ان يعني الناس ديال اللجوء راه ولات القضيه مشدده بزاف، يعني وزاره الداخليه يعني قوانين صارمة للغاية، وأي واحد دافع اللجوء وغادي ترفض ليه اللجوء فيكون عارف بأنه غادي يرحلوا البلاد ديالو. قلت ضروري كما قلت لكم ندير هذه الحلقة هذه، وإلى حلقة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.